أرحب مجددا بالأستاذ محسن نورش الذي يعد من تلامذة المرحوم القارئ عبد الرحمن بن موسى. هل لكم أستاذ أن تحدثونا عن بعض جوانب شخصية هذا القارئ المرحوم؟ فلكم الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي ربي وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله وعلى آله وصحبه. الشكر موصول للقائمين على قناة محمد السادس للقرآن الكريم على هذه الأمسيات القرآنية، وعلى هذا التكريم تكريم شيخ القراء، شيخ قراء القرآن المغاربة، ألا وهو الفقيه الجليل زي عبد الرحمن بن موسى. قبل أن أتطرق لجوانب شخصية سيدي عبد الرحمن، لابد أن أعرف ما يعرفه سيدي عبد الرحمن بن موسى بالطريقة المغربية. القراءة المغربية أو الصيغة المغربية يقول هي قراءة القرآن بعد إحكام القواعد وإعطاء الحروف حقها ومستحقها، قراءة القرآن بصيغ وأنغام وطبوع مغربية، فهي متجدرة في جميع أنحاء المغرب، كالفلالية فهي قراءة مغربية بصيغة مغربية، والحسانية والسوسية، وكذا القراءة الغربوية والشرقية إلى غير ذلك. سيدي عبد الرحمن بن موسى رحمة الله عليه، كل من تعامل معه وكل من جلس بجانبه أحبه، فهو شيخ وقور مهاب كريم ودود، يغضب إذا سمع أو إذا أحس أن القرآن الكريم أو المقرئ أو أهل القرآن أصابهم ذل أو شيء، يغضب ويثور لأجل ذلك. وكان من شيماته رحمة الله عليه أن الباب ديالو ديما مفتوحة، ديما مفتوحة لأهل القرآن، ديما مفتوحة اللي بغى يتعلم قراءة القرآن، من صفات الكرم. ومن صفاته كذلك قوي الذاكرة، ومن من من جمل من جملة هذا أنني تعرفت عليه في بداية الثمانينات، حيث نظم هو شخصيا بدار الشباب توردة، نظم أمسية قرآنية. فلما انتهيت من قراءة القرآن أني هنأني ووصلني بجائزة، فبعد ذلك بسنين زرته أنا وشيخي في السماع والمدايح والمديح سيدي الحاج عبد الكريم بن عبد الله. فلما زرته ببيته وسلمنا عليه، وكان هذا أول لقاء يعني لقاء يصلني بسيدي عبد الرحمن موسى. فلما زرته نظر إلي نظرة وأطرق، ثم أنشد بهذا: فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فار. فقال لي اقرأ. فلما قرأت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أتممت. فقال: هكذا تقرأ الصيغة المغربية، أما ما قرأته في سنة كذا كذا فكان غير شوية نقص. سجل الملاحظة بعد مروري بعد مروري سنوات على هذه الواقعة. ولا شك هذا ليس غريب على أهل القرآن، فهذا من فضل الله على الحفاظ الذين يحفظون القرآن الكريم، يكرمهم الله تعالى. نعم. بقوة الذاكرة. نعم. وكذلك رحمة الله عليه كان حاضر البديهة. نعم. كانت له الحضور. ورحمة الله عليه كذلك كان يستمع إلى كل قارئ وإلى كل شاب بإمعان ويعطيه الوقت ويرشده في مجال الذي يسلكه. نعم. هذا من جوانب شخصية سيدي عبد الرحمن موسى. أما من ناحية قراءته القرآنية ومن ناحية الأداء، فرحمة الله عليه فهو مدرسة قائمة ورائد من رواد القراءة المغربية. فكان رحمة الله عليه هو
وسيدي الحياني الجابري وسيدي عبد الحميد حسين وسيدي احمد العالمي في الدار البيضاء، كنا كشباب بدا القران يبهرنا هذه الثله وهذه النخبه ديال رواد القران وقراءه القران المغربيه. وكان سيدي عبد الرحمن بن موسى رحمه الله عليه ينتقل في قراءته بانغام بسلاسه مطلقه، فتحس وانك تستمع اليه، فهو ينتقل من 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 طبع الى اخر بتؤدى وبسلاسه، وهذا راجع الى كونه يحفظ غرر القصائد في المديح والسماع، ويجلس مجالس الذكر، ويجلس مجالس المديح والسماع، ويتراس حلق الذكر. ويحتاج هذا بكثره الممارسه، وهذا ربما ينسجم مع قول الناظم: وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه. فهو رحمه الله عليه يعني كان هرما في قراءة القرآنية، وسيبقى هرما. فلم يأتي الزمان بمثل سيدي عبد الرحمن بن موسى، هذا ما ألاحظه وهذا ما أقوله. شكرا لكم الأستاذ محسن نورش على هذه التوضيحات القيمة من بعض جوانب شخصية القارئ المرحوم عبد الرحمن بن موسى. يحضر معنا كذلك فضيلة الأستاذ أحمد بابا العلوي، نطلب منه أن يشنف أسماعنا بما يتيسر له من آي الذكر الحكيم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقاها
إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله لا سيدنا محمد رسول الله. شكرا لأخينا الأستاذ أحمد بابا العلوي على هذه القراءة الكريمة. أعزائي المشاهدين، يحضر معنا حفيد المرحوم القارئ عبد الرحمن بن موسى، إنه الأستاذ خالد بن موسى. هل لكم أستاذ الكريم أن تعطونا انطباعكم وأنتم تشاركوا معنا في هذه الأمسيات ولا سيما في هذا الحفل الختامي بمناسبة جدكم المرحوم، فما هو شعوركم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني بالنيابة عن جميع أسرة بن موسى أن أتقدم بالشكر الجزيل للقناة السادسة على هذه الدورة التي تعرف بها بالقرآن الكريم وبالطريقة المغربية والتي أطلقت عليها دورة المرحوم الحاج عبد الرحمن بن موسى. هذه الدورة التي تأتي كتتمة لمجموعة من البرامج والحلقات من سلسلة مدارس وشيوخ التي سبق وأن قدمتها القناة، ولذلك أتقدم مرة أخرى بالشكر الجزيل
وأقول لكم جزاكم الله خيرا عن الجميع، والسلام عليكم وشكرا. هذا شيء قليل في حق القارئ المرحوم، فجزاكم الله على هذه المشاركة الطيبة. ننتقل إلى قراءة ختامية مع القارئ الكريم عبد الكريم بودقيق، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. صدق الله العظيم. شكر الله لأخينا قارئ الأستاذ عبد الكريم بودقيق على هذه القراءة الكريمة. أعزائي المشاهدين، لا يسعني في ختام هذه الدورة المباركة، دورة القارئ المرحوم عبد الرحمن بن موسى، إلا أن أشكر الأستاذين الكريمين محسن نورش والأستاذ الفاضل الكريم خالد بن موسى وجميع الأساتذة الذين شاركوا معنا خلال هذه الأمسيات، وكل القراء الأفاضل الذين أتحفون بقراءاتهم الطيبة العطرة المباركة برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. إلى أن ألقاكم في دورة مقبلة إن شاء الله تعالى، أترككم
في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.